منرحب بحضور المحامية مهانة إسحاق، رئيسة الشؤون القانونية والمناصرة بقسم مناهضة الإتجار بالبشر بمنظمة كفا. أهلا وسهلا فيك ماترو، اشتقنا لك، صرنا زمان ما التقينا. اليوم حبينا نحكي عن هالجريمة ضد الإنسانية، وجريمة عالمية اليوم تعتبر، لأنه بطال كل الناس، مش بس بمثلا مجتمعات محلية أو قريبة، بكل العالم وبطال كل الفئات. صحيح. يعني ضحاياها أطفال، نساء ورجال. صحيح. اليوم كيف من حد من هذه الآفة ومن هذه الظاهرة الغريبة اللي بعدنا بعالم عم نتاجر ببعضنا من أجل ربح أموال؟ يعني الإنسان ما إله قيمة حد المادة. صحيح. بالبداية أول شيء شكرا للاستضافة، وأنا اشتقت لك كمان. بدنا بالبداية قبل أن نوضح للناس شو هي هالجريمة إذا بتريدي، لأنه فعلا لما نقول إتجار بشر مش معناتها شخص عم بيبيع شخص، مش هيك، مش بس بهالبساطة. صحيح مثل ما قلت، الإتجار بالبشر هو بيسموها عبودية حديثة أو عبودية مقنعة، وبتطور القوانين انتقلنا من لما تم إلغاء العبودية بالعالم وبيع الأشخاص من مئات السنين، لاحظت الدول أنه في جريمة عم تتكرر على الأشخاص بأشكال مختلفة وبتشكل عبودية مقنعة، كانت جريمة الإتجار بالبشر. هذه الجريمة مثل ما تفضلت وقلتي منا محلية أو مربوطة بمجتمع، هي جريمة دولية، ممكن تصير داخل مجتمع صغير بين أفراد، وممكن تصير بين الدول عبر شبكات بسموها عابرة للحدود، وهون بتكون مخاطر أكبر. وبالطال ملايين الأشخاص بالعالم، يقدر عدد ضحايا الإتجار بالبشر بالعالم سنويا بأربعين مليون شخص. أربعين مليون شخص 70% منهم هن نساء، والباقيين ممكن يكونوا رجال أو أطفال. وهلأ منشوف أشكال الإتجار، لأنه عنا عدة أشكال. نعم. لكن هي جريمة تطال الكرامة الإنسانية، ومن هون انوضعت لاتفاقية دولية. لما لاحظت الدول لما لاحظت الدول أنه الجريمة المقنعة ضد الإنسانية عم تزداد بالعالم وعم بتدر أرباح، تعتبر ثالث أكبر جريمة بالعالم بعد جريمة تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات. هي ثالث أكبر جريمة من حيث مردود الأموال الغير قانونية اللي بتردها، يعني يقدر العدد ب 186 مليار دولار أرباح سنوية، عم نحكي عبر العالم. أوكي، ترد هذه الجريمة من هالخطورة، أو من انطلاق من هالخطورة اللي عم بتعديها الجريمة، انوضعت اتفاقية خاصة لمناهضة أو مكافحة وقمع جريمة الإتجار بالبشر، وتبعها بروتوكول باليرمو. هو بروتوكول تم بمدينة باليرمو بإيطاليا، تم توقيعه، انضم عليه 127 دولة لليوم، وهي تقوم على منع جريمة الإتجار، قمعها، حماية الضحايا، وجزء أساسي بالموضوع حماية ضحاياها، والتعاون بين الدول لقمع هالجريمة ومنع تطورها. خلينا نقول شو أشكال الإتجار هالجريمة بالطال، أو تقوم على عدة ركائز، الهدف منها الوصول إلى استغلال الناس، وعندنا أربع أشكال أساسيات من الاستغلال. أول شكل من أشكال الاستغلال، وهو الأكثر انتشاراً، استغلال الجنسي. يعني لما بنحكي عن أكثر شيء استغلال جنسي، شبكات الدعارة اللي شفنا كتير صور منها بلبنان، ومرات كتير عم بيصير تسليط الضوء على حالات عم بيصير ضبطها من شبكات الإتجار الجنسي والدعارة. في الاستغلال بالعمل القسري، من قله أي العمل الجبري، يعني لما بيكون فئات من العمال بيصير إجبارهم على العمل دون أعطائهم الحقوق الخاصة للعمال، دون تمكينهم من فسخ عقودهم. عفوا. أكثر شكل من أشكال الإتجار بموضوع العمل الجبري منشوفها بلبنان بنظام الكفالة. مع العاملات الأجنبيات بقلب البيوت، أنا وياك اليوم يعني الجريب امتلى الدنيا وسلامة كل الناس. شكرا. بدنا نرجع ننتبه، مرقنا بمرحلة كنك فيك تشربي خذي راحتك ماتر، لأنه هيدي شغلة طبيعية وما فينا هالقد نعمل كنترول عليها.
هيدا الموضوع سلامتك، هيدا الموضوع اليوم حبينا نضوي عليه ونحكي عنه بالتفصيل معك لأنك مسؤولة عن هذا الشق، ودايما أنت إلى جانب الناس اللي عم بعينوا من هذا الظلم وهذا الإشحاف، وأنت هيك الكرامة شغلة منا سهلة يعني. صحيح. فإذا تاني شكل العمل القصري، أكبر صورة لإله بلبنان عاملات المنازل اللي بيعملوا بظل نظام كفالة، ما بيقدروا يفسخوا عقودهم، يتم حجز أمواله، حجز أوراقهم الخاصة، احتجازهم بالمنازل، ما عندهم إمكانية يفسخوا العقد شو ما كانت الظروف إلا إذا حصلوا على تنازل من صاحب العمل. هيدا الأمر بمفهوم هو الإنسان أمر غير حقوقي. مش هيك نحن بنحكي عن هالموضوع، مش لأنه الناس مجرمين بلبنان، ولكن هيدا السيستم. ثالث شكل من أشكال الإتجار ممكن يطال الأطفال، تشغيل الأطفال بالنزاعات المسلحة أو التسول. وهون مش عم نحكي عن جريمة تسول إذا طفل بشكل فردي راح قام بعملية تسول، لما بنكون قدام استغلال الطفل من قبل أشخاص وتشغيله والسيطرة عليه بهدف التسول. هولي كمان ممكن يكونوا شبكات يعني ممكن تكون منظمات شبكات، وممكن يكونوا أفراد، ممكن شخص واحد عم بيشغل الطفل بيكون عم بيتاجر فيه، أو عدد من الأطفال، أو عدد ممكن يكون الأب أو الأم أو عدد من الضحايا أو ضحية واحدة. وآخر شكل هو بيع الأعضاء اللي هو أقل نسبة نوعا ما بلبنان، على الأقل ما في إحصائيات عليه ولكنه موجود بلبنان وبالعالم. هون نشوف أنه بيصير فيه خطف أشخاص، خطف أطفال لبيع أعضاءهم. نعم. بتكون الجريمة خطيرة أكتر لما بتكون من أكتر من شخصين منظمة، لما بتكون عبر الدول. منشوف مثلا الحالات اللي بتسبب شبكات إتجار أو توفر حالات من الإتجار أكتر هي حالات الفقر، حالات النزوح. شفنا لما بسوريا صار في بلشت الأزمة السورية من كم سنة، حالات النزوح من السوريين ظهر بيناتهم كتير حالات من الاستغلال الجنسي. نعم. شبكات الدعارة، لأنه النزوح، الفقر، الحروب، الوضع الاقتصادي الهش، التفكك العائلي، كلها من الأسباب بتسهل لوجود أشخاص بحالات ضعف، وبالتالي بيكونوا عرضة ليكونوا ضحايا لاستغلالهم من قبل شبكات أو من قبل أفراد بموضوع الإتجار. إذا بنحكي عن القوانين وكيف بتتم محاسبة هالأشخاص، يعني بتمشي عليهم كل القوانين أو كيف بتصير الأمور؟ أوكي. بلبنان، لبنان وقع على اتفاقية اللي حكينا عنها، الاتفاقية الدولية بموضوع مناهضة الإتجار بالبشر سنة 2005. سنة 2005 هي وضعت الاتفاقية سنة 2000. بال 2005 وقع لبنان على الاتفاقية وأصبح ملزم بتطبيقها، لأنه بتصير ملزمة مثل كل القوانين، بتصير أعلى من القانون. والاتفاقية بتقول أنه الدول اللي بتوقع عليها أنه توضع تشريعات وأنظمة تتوافق معها، وهيدا اللي كان بالنسبة للبنان. بال 2011 صار في عنا قانون خاص نزل ضمن قانون العقوبات، مادة 586 عقوبات بتحكي عن جريمة الإتجار بالبشر، اعتبرتها جريمة جنائية وعقوبتها تتراوح بين 5 سنين و 15 سنة. ليش في يعني في تراوح أو مش عقوبة واحدة 5 سنين؟ تزداد العقوبة وتشدد كلما زادت خطورة الجريمة. نعم. يعني شو هي الأخطر وشو هي الأقل خطورة؟ مش عم نحكي بأشكال الجريمة اللي حكيت عنهم كلهم خطرين، ولكن لما بتصير الجريمة من شخص واحد بتكون عقوبتها خشي، ولما بتصير من شبكة بتكون عقوبتها أكبر. لما بتوقع الجريمة مثلا على من صاحب سلطة أو صاحب سلطة أبوية مثلا الأب على الطفل بتكون مشددة، لأنه اليوم هؤلاء الأشخاص مفترض يكونوا هن بيحمل الأشخاص الآخرين والأطفال، مش بيزيدوا استغلالهم، فتشدد. تشدد العقوبة مثلا إذا تم صار وفاة للضحية، لأنه منشوف بحالات الإتجار الجنسي خاصة أنه ممكن النساء اللي بيكونوا معرضين لاستغلال جنسي وخاصة بشبكات الدعارة يتعرضوا للعنف، يتعرضوا أكيد الشكل من أشكال الاغتصاب، هو يصير نتيجة هالعملية يصير أدي لوفاتهم أو لانتقال أمراض مضية لألون مثل سيدة أو غيرها،
أو حالات الإجهاض اللي بتصير نتيجة هالجرائم، فهو تشدد العقوبة بهيدي الظرف. تشدد العقوبة مثلا إذا وقعت على شخص ذو عنده إعاقات معينة فكرية أو نفسية أو جسدية، لأنه بيكون بحالة ضعف أكبر. يعني هون الهدف التشديد كلما زادت الخطورة من المفاعلين وزادت الأوضاع الهشة للضحايا. نعم، يعني اليوم نحكي حكينا شق قانوني، نحكي إنسانيا واجتماعيا كمان، كيف بيتم التعاطي مع هالأشخاص؟ أكيد نظرة المجتمع لألون أو حتى وجودهم بقلب بيئة معينة ممكن يشكل خطر على غيرهم من الناس الموجودين. صحيح صحيح. اليوم حكيت بأول الحديث أنه جريمة الإتجار خصوصيتها وخصوصية الاتفاقية الدولية اللي وضعت، أنه ما حكيت بس أنه من عقب المجرم، حكيت بشكل أساسي عن حماية الضحايا. شو يعني حماية الضحايا؟ لأنه نحن عم نحكي عن جريمة عم توقع على ناس، وهالأشخاص في حال ما تمت حمايتهم الحقيقية ممكن يضلوا بدائرة الاستغلال، لأنه هن وجدوا بظروف هشة، ظروف مثل ما حكينا عنها حرب أو وضع اقتصادي أو تزويج مبكر، يعني أجبروا مجبرين طبيعة الحال، يعني واقعهم حتى لو ما أكرهوا جسديا، بمعنى نحط الفرد براسهم وأكرهوا، لا، بس القانون بيقول حتى هن بحالة ضعف معينة، هي بحد ذاتها حالة الضعف وسيلة تستعمل بيستعملها المتاجرين لاستدراجهم لاستغلالهم. ومنشان هيك حالات الحروب بتخلي الأشخاص بحالة ضعف، التهجير، النزوح، الوضع الاقتصادي. فالحماية بتتطلب أولا أنه يصير في تأمين مأوى خاصة لألون، يعني إبعادهم عن إمكانية وصول الشبكات لألون عبر وضعهم بمأوى. هيدا المأوى بده يكون مأوى خاص سري مجهز بوسائل القديرة بتأهيلهم على مستوى النفسي، لأنه الإتجار بالبشر نتيجته كتير صعبة نفسيا على الضحايا، وفي أشخاص ما بيطلعوا من الحالات التشرذم، يعني التشرذم والجروحات اللي ممكن يتعرضوا لها نتيجة هالجريمة. بالتالي تأهيلهم النفسي، تأهيلهم الجسدي، لأنه في كتير أمراض ممكن تطرح نتيجة يحملوها، أمراض أو حتى نتيجة العنف اللي ممكن يتعرضوا له، كمان ممكن تؤدي إلى أثار جسدية كبيرة. تأهيلهم ليصيروا بواقع قادرين يواجهوا المجتمع بمرحلة اللاحقة لما يرجعوا يوقعوا ضحايا إتجار. فهي العملية شيء ضروري جدا، بالإضافة لتوعيتهم على حقوقهم، توعيتهم القانونية على حقهم بالتقدم بدعاوى والمطالبة بالتعويضات. و إذا كانت تتبين بحسب النص القانوني أنه هالشخص الضحية هو أجنبي، هيدا عم بحكيكي على مستوى لبنان أو على مستوى العالم، فرضت الدول أنه لازم إذا أجنبي وكان ضحية إتجار يكون في عنده خيارين، إما البقاء على أرض الدولة اللي تم ضبط الجريمة للحماية أو إعادته إلى دولته. وليس العودة إلى دولته هي أمر مفروض، لازم تكون عودة طوعية. ليش؟ لأنه في كتير أشخاص بيصير استدراجهم من بيئتهم ومن مجتمعهم ودولتهم إلى دولة أخرى لا يشغلون، فبالتالي عودتهم إلى دولتهم ممكن تردهم على نفس الدائرة اللي كانوا فيها ضحايا. من هون نحكى عن هالحماية الضرورية بموضوع الإقامة، وحتى نعطى القاضي اللي بينظر بملف الدعوة الحق بمنح الإقامة، وإلى حين تقديم كل اللازم لحماية هذه الضحايا. من هي الجهة الرسمية المخولة بتأمين كل ما يلزم لهؤلاء الضحايا، يعني من خلال ارتكاب هالجرائم اللي بكتير من الأحيان في ناس فاتوا فيها بدون علم أو بدون معرفة أو مكرهين؟ صحيح. هلأ اليوم الدولة هي المعنية، اليوم ما حدا بيأمن حماية جدية إلا الدول. نعم. لأنه هالأمر بيطلب، عم نحكي عن جريمة كتير خطيرة، عم نحكي عن لازم الدولة توضع من جهة تدريب وتأهيل كل الجهات المعنية بضبط الجريمة، عم نحكي قوى أمن، خاصة القوى الأمنية الموجودة على حدود الدول، كتير مهم تكون يعني مؤهلة وعندها تدريبات خاصة عن هالجريمة لضبطها قبل وقوعها. من هون لازم الدولة تصدر جوازات سفر غير قابلة للتزوير، لأنه لما بيصير نقل هالفئات أو الضحايا من دولة إلى أخرى إجمالاً، إما بيصير نقلهم عبر طرق
أو ممرات غير قانونية، يعني هيدي التهريب، بعملية تهريب المهاجرين، أو بيصير تمريرهم عبر مراكز أمنية قانونية بس عبر جوازات سفر مزورة. نعم. هون قوى الأمن لازم تكون أولا مدربة على هالموضوع، مدربة على كشف هذا الأمر، وتكون جوازات السفر بحد الأقصى غير قابلة للتزوير لضبط هالعملية، ويصير في تعاون بين مختلف الجهات المعنية داخليا وخارجيا بين الدول على ضبطها. من هون الدولة بدها أول شيء هي دورة أساسية بقمع هذه الجرائم والحد منها، بالإضافة لأنه اليوم عم نحكي عن آلاف من الأشخاص ممكن يكونوا عرضة، الدولة عليها أن تضع كل الطرق والوسائل لحماية الضحايا ما بعد اكتشاف الجريمة أو ما بعد وقوعهم المأوى اللي حكينا عنها. للأسف بلبنان ما عنا هيدا الأمر. نرجع على لبنان ونشوف وضع لبنان كيف مع هذه الجريمة، جريمة الإتجار بالبشر، كيف عم بيتم التعاطي. وحضرتك محامية وعم بتتابع قضايا كتار، وبجمعية كفا اليوم أنت بهالجمعية، هالجمعيات جمعية المجتمع المدني عم تلعب دور كتير كبير. صحيح. على هذا الصعيد اليوم المجتمع المدني ومنظمات الحقوقية هي اللي عم بتحل محل الدولة بهيدا الموضوع، للأسف لأنه الدولة عاجزة اليوم، واليوم وقبل حتى، يعني مش اليوم بالانهيار عم نحكي عن هالموضوع، حتى ما تواكب النص اللي نوضع بال2011 بموضوع الإتجار بالبشر، نص القانوني ما تواكب مع المراسيم، وكيف كتير نقص بموضوع الحماية، بموضوع إقامة الأجانب، بموضوع التدابير الحمائية الكاملة اللي حكينا عنها. اللي عم بتحل محلهم المنظمات، من كفا هي إحدى المنظمات اللي عندها مأوى خاص لضحايا الإتجار بالبشر، ومنستقبل نوعين من الضحايا. بتعرفي حضرتك كفا بتهتم بموضوع النساء. نعم. والضحايا من النساء، فمنهتم بضحايا الاستغلال الجنسي والدعارة، وضحايا العمل القسري اللي هن إجمالا عاملات المنازل لحين الانتهاء من البت بدعويهم وتسفيرهم أو إيجاد الحلول القانونية لألون. ولكن طبعا هيدا منا إلا حلول جزئية مؤقتة بسيطة بمبادرات بسيطة، لأنه هالأمر بيتطلب أموال كتير، ومش دايما في الدعم المالي للمنظمات حول هالموضوع، لأنه عم نحكي مش بس على أنه حطينا الصبية بمأوى وقعدت عم تاكل وتشرب، اليوم بدنا نعمل لها تأهيل، تأهيل نفسي وجسدي، تأهيل اجتماعي، وتأهيل يعني يصير عندها إمكانية مهنة، تدرس مهنة، تدريبها على أمور ممكن تطورها لبعدين ترجع تصير قادرة مستقلة وتقدر تبني نفسها وما تعود عرضة للاستغلال. فبالتالي هيدا كتير بده كلفة كبيرة والقدرات محدودة. من هون الدول لازم هي تكون مسؤولة عن هالموضوع، على أمل أنه يتحسن الوضع بلبنان ويصير هالموضوع كمان من أولويات البلد، لأنه اليوم بالأزمة اللي عايشينها الأكيد الأرضية جاهزة ليكون في حالات هشة وحالات عرضة لتكون مستغلة. يعني هلأ بيزيد، يعني هذا هذه الجريمة أو هذه الآفة بإزدياد وتنتشر بكل المناطق، وعم نسمع كتير. نعم. يعني بكتير من الأحيان بيكون في أخبار من مناطق عديدة عم تحكي عن هذا الموضوع. صح. وهل عن جد تعالج بشكل صحيح؟ للأسف بعد الأزمة، يعني نحن إذا بدك تحكي بعد الكورونا وما تبعها وبعدين الأزمة الاقتصادية الكبيرة، زادت كتير حالات الإتجار خاصة بموضوع الاستغلال الجنسي، ولكن ما عندنا إحصائيات، يعني اليوم خاصة أنه هالجريمة مش دايما عم بيصير كشفها، ولكن حكما منطقيا الظرف الموجود في البلد اليوم هو يسهل وجود هالحالات، حكما يسهل وجود حالات من الضعف عند الأشخاص ومن الأوضاع اللي بتخليهم بوضع هش قادرين يصير في استدراجهم بشكل سهل. وبما أنه هالعملية بتطلع أرباح مالية كتير كبيرة، وهي بتتواجد لما بيكون في فساد أكتر، لما بيكون في محسوبيات، لما بيكون في تغطية غير قانونية على هالعمال، ما بيكون في تطبيق للقوانين، ما بيكون في تطبيق وحماية. حضرتك اليوم محامية، وقديش بتتطلب هذه الأمور متابعة، وحتى اليوم ما في أحكام، ما في قضاء. هلأ اليوم القضاء معتكف للأسف، يعني اليوم الدول
تتميز لما نقول في دولة، يعني في قضاء، القضاء هو العمود الفقري لأي دولة، وإلا منكون قدام شريعة غاب، قدام مجموعات بتضبط أمورها ببعضها، ما منعود قدام دولة. يعني فوضى بتودي للجريمة أكتر طبيعة الحال، ولما ما بيكون في قضاء، يعني ما بيكون في ضبط لهالجريمة، لا قمع ولا ضبط ولا معاقبة فاعلين، أو إذا صار توقيف لمجموعات معينة كمان ما بيكون في محاكمات عادلة، بيصير توقيفهم يتركوا بمراكز التوقيف أشهر دون محاكمة، هذا كمان أمر خطير لأنه ممكن يكون في أشخاص مظلومين بالتوقيف، فعلى الميلتين الأمور بدها تكون عادلة. من هون القضاء دوره أساسي بعملية الضبط، قوى الأمنية اليوم اللي وضعها كتير صعب، نحن بنعرف الظروف اللي عم تشتغل فيها، ومشكورين الشباب اللي عم تشتغل بهالظرف اللي كتير كتير، يعني يمكن أكتر شيء وضعهم صعب القوى الأمنية، مشكورين أنه عم بيأدوا بالحد الأدنى الأمن الوضع الموجود، ولكن هذا ما بيعني أنه الأمور جيدة، إنما الأمور بعدها ماشي مثل ما هو ماشي هالبلد بشي غريب يعني بعد. أدى اليوم كمحامية وبهالمنظمة ومسؤولة عن الشؤون القانونية والمناصرة بقسم مناهضة الإتجار بالبشر بكفة، أدى اليوم متفائلة ومتأملة خير بمستقبل أفضل؟ بدنا نضل متفائلين، ولا أزمة بتدوم بالدول، يعني مرق علينا أزمات كتير بالبلد، ويعني أكيد أكيد البلد بده يرجع يتحسن، قديش بعد ما بنعرف، أنا دايما عندي أمل على مستوى الشخصي والعام، بعتقد أنه ما في شي بيدوم تماما، هالدنيا كلها بحالة تغير دائم، ما في شي بيدوم، على أمل أنه هالمرحلة تكون مرحلة لنتعلم منها، ومرحلة لإعادة بناء الأمور وفق معايير دولية وفق حقوق الإنسان، على أمل أنه المرحلة الجاية بالبلد لما بده يرجع يوقف على إجريه ويرجع يمشي تمشي الأمور بالشكل السليم، ما نعود لأنظمة غير قانونية مثل نظام الكفالة، ما نعود لتدابير هيك على اللبناني بدون قانون، لا يصير القانون هو الحازم، تحترم كرامة الإنسان، تكون الأولوية كرامة الإنسان مين ما كان هالإنسان الموجود، بهالطريقة ممكن نحن أكيد نوصل لمجتمع أفضل إن شاء الله. هيدا اللي بنتمناه، وبدنا نشكرك على حضورك، ونتمنى لك سنة حملت لك كل الخير والفرح والسلام. شكراً المحامية مهانة أسحاق، شكراً على حضورك، وينعاد عليك وينعاد عليكم أحبائنا، إن شاء الله بتكون سنة خير وبركة بنتمنى لكم إياها. نحن منقلكم شكراً على متابعتكم، إلى اللقاء بالسنة المقبلة، يعني حلقتنا الأولى بالسنة اللي جاية بتكون نهار الثلاثة إذا الله راد، نلتقي نحن وياكم على موعدنا، دايما هوينا هويك برنامج بيوصل لعندكم، وعلى أمل تكونوا استفدتوا واستمتعتوا برفقتنا. شكر كتير كبير لكل فريق العمل اللي وصلنا لعندكم بالصوت والصورة، من إذاعة صوت المحبة ومن تلفزيون المحبة، إلى اللقاء.